عندما نتحدث عن زراعة كميات كبيرة في مديرية واحدة، لماذا تقوم الميليشيا بهذه يعني بهذه الخطوة؟ ويعني ما الذي سيردع هذه الميليشيا؟ كيف سيتم التعامل معها؟ لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة لنزع هذه الألغام والمتفجرات من يد الميليشيا؟ يعني من يتأثر غالبا من هذه الألغام والمتفجرات هم المدنيون فقط. نعم أخي، لا يخفى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك الحكومات في صمت ما يحدث للمواطنين في قتل زراعة هذه الأرض. أنها تزرع بطرق مموهة وماترة، تخيل أنها تزرعها في وسط المباني، الجدران، الأشجار، المزارع، المدارس، الطرقات، في كل مكان. ما تشهده اليمن هي جريمة لم تشهدها بلد. أصبحت اليمن أكبر حقل ألغام بعد الحرب الثالثة. الأمم المتحدة لا زالت ملتزمة للصمت، وكذلك المجتمعات والمنظمات الحقوقية والإنسانية لم نرى منهم أي تحرك تجاه هذه الجرائم التي يتعرض لها المواطنون. ميليشيا الحوثي تتفنن في كل مرة في زراعة العدوى الناس بطرق ماكرة ومموهة، وهدفها هو فقط لا غير الأبطال في القوات المشتركة لديهم اليقظة كاملة، ويعرفوا مكر وحدة ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام، وكذلك تفننوا في تفكيكها مع كثرة وانتشار هذه الألغام. استطاع الأبطال أن يتعاملوا معها تعامل جيد، لكن المواطن الضعيف، المواطن البسيط، من تضع له حجرة لا يعلم بها أنها مغمولة، شجرة يراها سيجدها مفخخة، أو مزرعة في مزرعته تفخخ وكالتشطوطات في كل مكان. في الساحل الغربي فقط ما يقارب مليون انتجعنا عضواتنا داخل مدينة الحديدة.